تعرف في قصة نجاح على مبادرة، هذه المبادرة تطوعية من خريجي كلية الاقتصاد للتوعية في مجال المال والأعمال، واسمها مبادرة وفرة. معنا على الخط منار العبرية، تكلمنا أكثر عن هذه المبادرة. صباح الخير. صباح النور، أهلاً وسهلاً، حياكم. الله يحييك منار، شخبارك؟ الحمد لله، شكراً لكم على الاستضافة. هذا واجبنا يا منار أن نسلط الضوء على كل المبادرات الشبابية والتطوعية اللي تنجح في جميع مجالات الحياة. الاسم جداً جميل لهذه المبادرة، وفرة، أن الإنسان لما يؤمن أن الوفرة موجودة في كل شيء في حياته، في الأصدقاء، في المال، في العائلة، فهذا الشيء أكيد راح يزداد ويشوف هذا الجانب. فليش أنتوا اتجهتوا إلى تكوين هذه المبادرة؟ شو اللي خلاكم تتجهون لهذا الجانب؟ أولاً اسم المبادرة، اسم وفرة، هو أساساً يعكس أنه أنت كل ما كان عندك وفرة في ثقافتك الاقتصادية، كل ما ينتج لديك وفرة في جهدك، في الوقت، في إدارة شؤونك الفردية وشؤون عائلتك، وحتى قرارات يومك الصغيرة راح تتأثر بطريقة اقتصادية ناجحة، لأن الثقافة الاقتصادية تأثر في تفاصيلك اليومية. فإحنا في مبادرة وفرة نسعى لنشر ثقافة في مجال المال وخصوصا في الاقتصاد، وبطريقة سلسة ومشوقة من خلال مواقع التواصل تويتر والإنستغرام. طبعا السبب لأن المصادر ذات المحتوى العربي قليلة جدا في هذا المجال، فإحنا نريد ننشر هذا الشيء. وهل يعني بعد من الأشياء ممكن أن تصرف الناس مع المال، يعني خلاكم مثلا تتكلمون في هذا الموضوع بما أن أنتوا عندكم الخبرة في هذا المجال؟ طبعا المجتمع محتاج وعي اقتصادي كبير، فإحنا على هالأساس إحنا أنشأنا هذه المبادرة علشان نوعي المجتمع بأهمية أنه يكون عندك ثقافة اقتصادية وثقافة مالية، لأنه أصلاً الاقتصاد علم غني من ناحية الفردية والمجتمعية، وهو أساس الفهم العلوم الأخرى. فلهذه الأسباب كلها إحنا قررنا في هذه المبادرة أنه ننشر الوعي الاقتصادي لدى الناس. هو في الحقيقة يسموه الاقتصاد العلم الكئيب، طبعاً على اعتبار أنه الاقتصاديين غالباً ناس متشائمة، لكن إحنا في هذه المبادرة بدينا نغير هذه الفكرة. كيف؟ عن طريق أن نشرح الاقتصاد بأسلوب سهل جداً وبسيط، بحيث عامة الناس وغير المختصين يفهموه بسهولة. يعني أنت ما لازم تكون فاهم في الاقتصاد علشان تتابع وفرة، لا بالعكس، إحنا كاقتصاديين راح نطلع لك من نظريات الاقتصاد أشياء سهلة وأمثلة يومية ونشرحها لك بحيث تفهمها من دون أي جهد، وبهالطريقة أنت تكون مثقف ماليا وإحنا نكون حققنا هدف وفرة. أنت أيضا منار عضوة في، أو خلينا نقول أن أنت يعني تساهمين في صنع المحتوى في الانستغرام. شو مثلا الحين أنا تابعت وفرة، سويت فولو لوفرة، شو الأشياء اللي بقدر أشوفها؟ شو المحتوى المقدم لو تعطينا نبذة يعني عنه؟ المحتوى المقدم محتوى سهل وبسيط. أول شيء الاقتصاد عبارة عن نظريات صعبة وتحليلات شوي صعبة، فأغلب الناس ما يريدوا يعني يخوضوا في هذا، ما يريدوا يفهموا الاقتصاد أكثر، لكن هذا المفترض كل شخص يكون عنده ثقافة مالية. فلهالسبب إحنا نجيب الأمثلة الاقتصادية بأسلوب بسيط جدا، يعني بأمثلة يومية تواجهك كل يوم، علشان أنت كشخص تعرف تتصرف بطريقة اقتصادية صحيحة. من أبسط الأمثلة مثلا لما نروح نتسوق، أحيانا نشوف شيء نحن ما حاطينه في الحسبة ولكن نريد نشتري. أيوة فعلا، هذا أبسط قرار من القرارات اليومية. لازم تكون أنت عندك ثقافة علشان تأخذ القرار الصح اللي يفيدك أنت ويفيد أسرتك. فعلا. هل قدمتوا دورات أو حاب يعني على المستقبل بتقدمون دورات، يعني تطلعون من فقط كأمثلة أن تقدمونها للمتابعين، ويعني يبدأ الموضوع أنه كدورة فيها يعني محاضرات، فيها يعني أشياء أكثر؟ أيوة طبعا، إحنا من أهدافنا أولا أنه نأهل الأفراد أنهم يكونوا ناس مثقفين اقتصاديا، لأنه مثل ما خبرتك إحنا كمجتمع محتاجين جدا أن نكون مثقفين ماليا واقتصاديا. فإحنا أيضا من أهدافنا أن نريد نطور برامج تعليمية مختلفة ومميزة، وقريب إن شاء الله راح نعمل دورات وورش نزيد بهالوعي الاقتصادي لدى الناس إن شاء الله.
تفاعل المجتمع مع هذه المبادرة كيف تشوفون؟ هل الناس يعني تثق، يعني يقولون أنه ممكن خريجين ما عندهم هذه الخبرة، أو في ناس بالعكس تقول خريجين وهم كفوا يعني في هذا المجال، كيف شفتوا التفاعل مع الناس؟ أولا خلينا أكلمك عن بداية المبادرة. البداية الفعلية كانت المبادرة كانت شهر يوليو، كانت فقط على منصة تويتر، بعدين اتحدنا مع مبادرة أخرى كنت أنا شخصيا مسؤولة عنها على الانستغرام. فهذه المبادرة اللي أنا كنت شخصيا مسؤولة عنها كانت يعني تلقى تفاعل من الناس صراحة، وحبوها كثير، فيعني كانوا يتفاعلوا لأنه يشوفوا الموضوع سهل وبسيط ويخليهم يفهموا الاقتصاد بسهولة. فبعدين قمنا بإضافتهم تحت اسم واحد هو اسم وفرة، كون أنه الهدف واحد، يعني هو توصيل نوصل الأفكار الاقتصادية لغير المختصين بصورة شيقة، لأنه يعني حبينا نكمل الجهود بشكل متكاتف أكثر تحت اسم واحد. نعم، والناس تفاعلوا يعني مع هذا الموضوع، ويعني يعني شافوا أنه فعلا ممكن يستفيدون، وأكيد يعني المنصات موجودة في حسابنا أيضا، نحن سوينا لهم منشن، تقدرون مستمعينا تدخلون على حسابنا شبيبة FM وتشوفون حساب وفرة موجود في بوست اليوم وتسوون لهم فولو، أكيد راح تستفيدون في هذا المجال. الدعم منار من الشركات سواء كانت خاصة حكومية، هل في يعني دعم لهذه المبادرات؟ بصراحة لا، للحين ما حصلنا دعم، يعني ما حصلنا دعم لا من شركة ولا من جهة حكومية. يعني أنتوا سعيتوا في هذا الموضوع؟ لا للحين، لأن المبادرة أصلا حديثة، يعني ما خذ لها وقت. لا إن شاء الله، إن شاء الله يعني أن توصلون وتستمرون، أكيد لو كانت يعني أكيد في خطة أنتوا عندكم تمشون عليها، وأكيد شركات إذا شافت فعلا أن جهد الشباب وشافت مدى إرادتهم وكيف يسعون في هذا الموضوع، أكيد إن شاء الله الدعم راح يكون موجود لكم. أكيد إن شاء الله نتمنى يكون عندنا دعم، يعني سواء من شركة أو من جهة حكومية، بحيث أنهم يدعموا أهداف هذه المبادرة إن شاء الله، لأنه كلنا في سبيل المجتمع. يعني فعلا دائما حلوة مثل هذه المبادرات من شبابنا، ويعني تطوع هو يعني ما قاعدين تستلمون أي مبلغ أو أي شيء من خلال هذه المبادرات، وأنتوا تنشرون وعي في جانب جدا مهم من حياتنا واللي هو مجال المال والأعمال. منار العبرية شكرا على وجودك اليوم معنا في هذه الفقرة، نتمنى لك كل التوفيق. العفو العفو، شكرا لاستضافتكم. واجبنا يا منار.